صباح الخير لكم أعزائي، وين ما كنتوا عم بتابعونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. موضوع كتير مهم، مثل ما ذكرنا بالصبح أنه بدأت وزارة الأوقاف بعقد دورات، هاي الدورات للشباب والصبايا المقبلين على الزواج. هاي الدورات طبعا كانت بمطالبة من الناشطين، بعض الناشطين في الأردن والمهتمين بقضايا المرأة، بضرورة متابعة وتأهيل وتهيئة الشباب والصبايا للزواج، حتى فعلا نحاول نوصل إلى نسب معقولة من الطلاق في ظل ارتفاع في نسب الطلاق. قد يكون أيضا يمكن الفئات، المشكلة الفئات العمرية اللي بيكون فيها الطلاق هي الفئات الصغيرة وأيضا ما قبل الدخول. لنتعرف أكثر على هاي التفاصيل، معنا اليوم بها الصباح المحامي والناشط في قضايا المرأة دكتور عاكف المعايطة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، الله يعطيك العافية وسلم. تسلمي، يعطيك ألف عافية. يعني دكتور، ما بنقول فعلا ارتفاع في نسب الطلاق، يمكن نعم. مثل ما ذكرت أنه هي قبل الدخول وفي نعم. العمر الصغير. نعم. كان نتيجة مطالبتكم، وكنت أحد المطالبين بضرورة عقد دورات تهيئة للصبايا وللشباب قبل الزواج، تحكي لنا عن هاي الدورات. صباح الخير جميعا. صباح أنا كثير سعيد أن أكون اليوم معكم حول هذا الموضوع، بس خليني أصحح جزئية صغيرة. هي الحملة هاي أو الدراسة التوعوية المقبلة على الزواج هي دائرة قاضي القضاء اللي بدأت فيها، وتحديدا سماحة قاضي القضاء هو صاحب هذه المبادرة، وإن كانت وزارة الأوقاف هي شريك بهذا الموضوع، يعني شريك بالعلماء الموجودين فيها، بالأخصائيين فيها، هم شركاء بهذا الموضوع، ومنظمات المجتمع المدني كذلك ستكون شريكة في هذا المشروع. بس هي هذه المبادرة بدأت من دائرة قاضي القضاء. وصحيح زي ما بدأت حضرتك يعني بالتقديم، وحتى في عند العرض البرامج كمان كنت أنا عم بستمع إنه العرض كان صحيح مزبوط. هي كان هناك خلل في 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 موضوع الأسرة، خلل في موضوع الطلاق، خلل في موضوع اختيار الزواج، في عدة شغلات بتصير في عندك زواج بدون تخطيط، بدون مبني على مصلحة أو شيء آخر فيها. هذا الزواج كانت نتيجته هو الفشل بالحقيقة، لكن كنا نحكي على إنه طب كيف ممكن نلاقي إحنا حل في هذا الموضوع. فكانت فكرة اللي هي تدريب المقبلين على الزواج أو إعداد دورات المقبلين على الزواج بهذا الموضوع. الحقيقة هذا الموضوع لما أعلن سماحة قاضي القضاء بإحدى زياراته عندما كان في زيارة بافتتاح مكتب لتوثيق الزواج، يعني بعمان أصبح في مكتب متخصص لتوثيق حالات الزواج، بحيث أنك تنهي معاملة الزواج تأخذ عقد الزواج بخلال نص ساعة ساعة زمان، بتكون ناخذها زمان كنا نستنى الدور أو خلينا نقول المأذون يسلم عقد الزواج. فهذا جزء كثير كمان من اهتمام دائرة قاضي القضاء بأنها تقدم خدمة أفضل للناس وتقدم خدمة على نموذج طريقة أفضل بهذا الموضوع. فالحقيقة كان الهدف من هذا الموضوع أنه نعطي توعية. لما الإعلام نشرت هذا الموضوع أنا كنت متابع الحقيقة، لأنه زي ما حكيت حضرتك أنا بالأشخاص اللي كانوا يطالبوا أو يهتموا بهذا الموضوع كناشط بقضايا المرأة وحقوق الإنسان الحقيقة. لكن أنا ألمني جدا اللي كان موجود التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، لأنه كان يحكوا ممكن أجل فصل، يعني ربطوها بمواضيع الدراسة بالجامعات. لكن الحقيقة هذا البرنامج هو برنامج كبير، لأنه راح يكون له بعد قانوني، بعد تثقيفي، بعد اجتماعي، بعد إنساني. فيه كل هاي المواضيع راح تكون حقيقة موجودة بهاي الدورات، وستكون من قبل أشخاص خبراء بهذا الموضوع، فإلها أهمية وراح تعكس أثر طيب بهذا الموضوع. نعم. يعني هي هتكون دورات تفاعلية أكثر، هي مش دورات تدريسية وراح ياخذوا فيها مواد، هي تفاعلية، اللي عنده أسئلة بيستفسر عنها، توعية للشباب. ممكن ذكرت أنا، ممكن يعني في كتير مروا بهاي التجربة، إنه اللي بتتزوج صغيرة بيكون هدفها الفستان الأبيض وحفلة صحيح. العرس واللمة، وإنه بين صحباتها، لكن ما بيكون فعلا هي واعية ومقدرة للمسؤوليات اللي هي جاي عليها. ويمكن من هون دكتور ارتفاع نسب الطلاق، وخصوصا بالفئات العمرية. هو صحيح صغيرة. يعني بالإحصائيات اللي صدرت عن دائرة قاضي القضاء وتحدثنا فيها كمان سابقة بهذا الموضوع، كان الرقم مزعج، لأنه كان في نسبة طلاق بالعمر خلينا نقول العمر الصغير كانت عدد كبير مرتفع، وهذا بيأشر على أنه ما كان في دراسة، ما كان في تهيئة لهذا الزواج.
اما زي ما حكيت حضرتك انه انا بس بدي اتزوج، او عامل المصلحه وعوامل اخرى وعوامل اقتصاديه بتدخل في هذا الموضوع فاجى هذا الناتج. هلا الحقيقه هذا المشروع اللي هو بدات فيه دائره قوقعه سيكون تطبيقه الفعليا في بدايه العام، يعني حتى نوضح الصوره للناس اللي بيستمعوا، حاليا هي مرحله الاعداد بهذا الموضوع ومرحلة التجهيز فيها. كان الأمر الأول المعيق كما علمت من الدائرة الأمر المالي، يعني بدك تمويل لهذا المشروع حتى تشتغل فيه، لكن حاليا حقيقة بدأت الأمور جاهزة بحيث أنه ببداية العام القادم ستكون هذه الدورات بشكل ممنهج بشكل رسمي بشكل طبيعي، سيوضع لها إطار من دائرة قاضي القضاء بإطار طبيعي جدا فيها. فالحقيقة هو الموضوع التدريب في هذا الموضوع سيكون هذا التدريب هو تدريب موضوع على أسس علمية، نعم، مع الاستعانة بأشخاص خبراء من خارج الدائرة كذلك، ليس من دائرة قاضي القضاء، سيكون هناك دور لدائرة قاضي القضاء وستستعين دائرة القضاء بخبراء اجتماعيين اجتماعيين طبعاً ونفسيين وقانونيين، وقد نكون نحن كمنظمات مجتمع مدني شريك أساسي بهذا المشروع تحت رعاية دائرة قاضي القضاء. دكتور، يعني وبصفتك ناشط في حقوق المرأة وقضايا المرأة، هاي واحدة من الظلم اللي يقع على المرأة أحيانا، نعم، الطلاق لازال، نعم، ظلمه يقع على المرأة أكثر من الرجل. برأيك هل إقبال الصبايا على الزواج أو إقبال المرأة على الزواج أحيانا بيكون بدوافع، يعني مثل ما ذكرت قد يكون دوافع اقتصادية قد تكون دوافع اجتماعية، قديش عم يقع ظلم على المرأة؟ قديش في قضايا تعرض أمامك فيها ظلم يعني في موضوع الطلاق؟ بتجربة من اللي بنشتغله إحنا من القضايا اللي شفناها من الحالات اللي تابعناها، الحقيقة المتضرر الأول بهذه القضايا هي المرأة، وإن كنا نسمع طبعاً بعض الأصوات حاليا تتحدث بهذا الموضوع من هون ومن هون، لكن المتضرر الأساسي من هذا الموضوع هو المرأة. وأنا بفهم كشخص ناشط بقضايا المرأة قد ايه بتعني كلمة مطلقة في مجتمعنا اللي مش عم بفهم حقيقة انه لفظ كلمة مطلقة احيانا تتابعها بطريقة معينة بصير انعكاسات الى كلمة مطلقة، لكن بالنسبة للرجل هو يتزوج بعد ذلك وتمشي حياته وما في اثر عليه بهذا الطلاق، قد يكون الاثر مادي اذا هو طلق الحقيقة، لكن الاثر النفسي والاثر الاكبر خطرا هو الذي يقع على المرأة. فإحنا بنقول إنه إذا كان في دراسات وإذا كان في تأني وإذا كان في نصح وإرشاد أعتقد إنه إحنا رح نتجاوز هذا الموضوع. يعني أنا بحكي يمكن مش بس دائرة قاضي القضاء، الأردن بشكل عام ومتابعة حضرتك معنا والمستمعين متابعين على إنه الأردن بدأ ياخد موقع مهم من ناحية العلم والدراسة والأبحاث والاهتمام، يعني كتير عندنا مش بس بمجالات الأسرة كده، مجالات كتير الأردن أخذت فيها دور ريادي بهذا الموضوع، نتيجة إحنا قابلين للتغيير، الشعب الأردني قابل للتغيير، والحقيقة في برامج كتير مثل هذا الموضوع مشابهة إله وموازي له قد تكون، كذلك في برنامج الإصلاح الأسري، يعني نعم، هذا برنامج مهم جدا بدأت فيه قاضي القضاء وهو موازي لموضوع الموقفين على الزواج. حال سابقا كنا كمحامين وأنا كمحامي أتوجه للمحكمة وأرفع دعوة وأعمل قضية طلاق وأنهي حياة أسرة وفيها تشريد أطفال، حاليا قبل ما تسجل الدعوة وتروح فيها على المحكمة ويصير في قضية بنروح على الإصلاح الأسري، ويحاول الخبراء ومنهم القضاء كذلك على أنه بحث الخلل وين قد نصل إلى حل بهذا الموضوع. بتجربة بسيطة يمكن أنا سمعتها من أصحاب الفضيل القضاء، بس بمحكمة عمان القضايا تم بالعام الحالي اللي هو لسه ما انتهى حاليا إصلاح 200 أسرة وعودتهم عن موضوع الطلاق، يعني تقدم بعملات طلاق لكن استطاعوا بخبرتهم في دائرة الإصلاح الأسري بمحكمة عمان الحقيقة أنه التوفيق بين الزوجين، لأنه قد يكون أحيانا الخلاف على العمل أو على أجرة البيت أو خلاف على أمور بسيطة أو يعني بتنحل، فبالتالي يمكن لما أنت بتلاقي حدا يحكي بإيجابية معك أعتقد أنه بنحل، لأنه زمان إحنا يعني كنا نقول حكم من أهله وحكم من أهله، هذا مفهومي أنا. اليوم بمجتمعنا الحالي في غلط، لأنه أهل الزوج بينصروا الزوج وأهل الزوجة بينصروا الزوج، وبالتالي ما بتسمع من واحد كلمة منيحة. لا، أنا بعتقد أنه مشروع الإصلاح الأسري كمان هو مشروع مهم جداً وقد يكون ذو أهمية وموازي لموضوع المقبلين على الزواج. يعني إحنا بتذكر لما فرض الفحص ما قبل الزواج في البداية كان ما كانش إلزامي، وفيما بعد أصبح إلزامي لكتب الكتاب. الآن هاي الدورات هل برأيك دكتور يجب أن تكون أيضاً إلزامية؟ لأنه
يعني فحص ما قبل الزواج الطبي اساسا هو جاب نتيجه كبيره في تلافي حالات. يعني بالتاكيد يعني المقبل على الزواج كنا نشوف انه قد ايه اثره على الاسره، قد ايه اثره على المجتمع كمان بشكل عام، واثره على الدوله، يعني في اثار كبيره بهذا الموضوع فيها. فالصحيح انه لما بتحط ايدك انت بدراسات معينه فيها، انا بعتقد انه هذا البرنامج هو حاليا في نشاطات متفرقه بمحاضرات بشكل عام، لكن لا يوجد شيء منهج بطريقة يعني زي ما بيعملوها. رح يكون في شهادة كمان، يعني بيسمعونا كمان رح يكون في شهادة، لأنك أنت بتحضر عدة شغلات معينة، بتحضر عن الاقتصاد المنزلي، بتحضر عن ضبط الغضب، بتحضر عن موضوع الثقافة الدينية، بتحضر في موضوع الحقوق الأسرية، بتربية الأولاد. يعني هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة، يعني اللي بتطلع له من بعيد بقول لك أنه رح تكون في جلسة بسيطة وينعطى فيها إرشادات، لا، في أخصائيين من جميع الجهات. فبعتقد أنه هذا الموضوع يجب أن يكون إلزامي، يجب أن يكون إلزامي حتى أنت تعمل عقد الزواج. وأنا طلبي الوحيد الحقيقة، وأنا طلبت فيه بمواقع أخرى فيها، أن يكون هذا التدريب قبل إجراء العقد، يعني حتى تعرف أنت شو لك قبل عليك. قبل يعني أنت بتعرفي حضرتك يمكن أنه في شروط بعقد الزواج ما حدا بينتبه لها. صحيح. يعني قد تكون الفتاة هي بدها تكمل دراستها الجامعية أو تعمل، أو عندها شروط معينة أنها ما تطلع خارج البلد، أو تسكن في منطقة معينة، القانون سمح لها ذلك. نعم. يعني القانون قال للزوجة أن تشترط شرطا نافعا يحقق لها مصلحة بهذا الموضوع على ألا لا يخالف الشريعة والدين. مزبوط. نعم. فبالتالي إذا عرفت هذه الشروط هي من خلال هذه الدورة تعرف حقوقها وعندها تخوف من كان من هذا الزواج، بتقول أنا ما عندي مشكلة، أنا بعمل عقد الزواج لكن بحط شرط مثلا أني أكمل دراسة الجامعية أنه كذا. صحيح. وبالتالي في مصلحة للطرفين بهذا الموضوع. يعني نتمنى إن شاء الله أنها تؤتي أكلها. أكيد. ونصل إلى النتيجة اللي إحنا بنتمناها، يعني بتخفيف نسب الطلاق في المملكة. كل الشكر للدكتور عاكف المعايطة، بتأكيد يعني جهودكم وجهود الناشطين في هذا المجال وفي قضايا المرأة هي اللي وصلت صوت المرأة إلى الحكومة. كل الشكر لك. يعني كل الشكر لكم، وأنا بقدر دائما دور الإعلام لأنه هو شريك أساسي معنا، ويمكن دور الإعلام ما بنقدر نوصل صوتنا، فكل التقدير والاحترام لكم، وبتمنى من كل قلبي أنه هذا المشروع ينجح، وأنا عندي أمل كبير أنه هذا المشروع ناجح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وهي مبادرات، يعني مثل ما ذكرت هي مبادرة، لكن هي مبادرات فعلا. نعم. ومبادرات أصبحت واضحة من أجل نصرة يعني مش بس قضايا المرأة، أيضا حقوق الإنسان وغيرها، لأنه أصبح الجميع مهتم بهذا الموضوع. كل الشكر لك دكتور. كل الاحترام ستي.